لنبدأ، حدث هذا في يونيو من عام 2009، فقد خرج الناس من منازلهم في أماكن معينة من اليابان بعد هطول أمطار غزيرة ليجدوا أسماكا وضفادع وشراغيفا في كل مكان. كانت الحقول والطرق والمروج وأسطح المنازل مليئة بهذه الكائنات المائية، وشعر أحدهم بالصدمة لرؤية 13 سمكة شبوط داخل شاحنته وحولها. يبدو أنه توقف لعدها، لا أحد يعرف على وجه اليقين من أين جاء المطر الغريب، لكن تدعي النظرية الأكثر شيوعا أن إعصارا قويا التقط كل هذه الكائنات ثم حملها إلى الغلاف الجوي العلوي وأسقطها على الناس غير المتوقعين حدوث هذا. السحاب القوسي كأنه مشهد من أفلام الخيال العلمي، ويتشكل عندما يعلق الهواء الدافئ والرطب في عاصفة رعدية صاعدة. عادة ما تعني هذه السحب المشؤومة أن العاصفة قادمة، تظهر السحب القزحية المذهلة بعد العواصف الرعدية وتشبه القطن المنفوش، ونرى الغيوم المنتفخة على ارتفاع منخفض، وغالبا ما تكون على ارتفاع 1829 مترا. عندما يتكثف بخار الماء الذي تحتويه الغيوم تعمل القطرات الناتجة كالمنشور، مما يشكل فوق الغيوم قبعات متعددة الألوان. نادرا ما تظهر غيوم مجد الصباح التي تتخذ شكل أنابيب ضخمة ممتدة في السماء، ويمكن أن يمتد طولها لأكثر من 965 كيلومتر، وتكون على ارتفاع منخفض نسبيا. يتفق معظم الباحثين على أن هذه الغيوم تظهر عندما يحدث التيار الصاعد ضغطا داخل السحابة مكونا هذا الشكل المتدحرج. يؤدي الهواء البارد في الجزء الخلفي من السحابة إلى جعلها تنخفض للأسفل. أفضل مكان، لكن ليس الوحيد، لمشاهدة سحب مجد الصباح خليج كاربنتاريا الأسترالي. إذا قررت السفر إلى هناك لمشاهدة هذه السحب، فاختر فترة من أواخر سبتمبر إلى أوائل نوفمبر. حدث ذلك في عام 2012 عندما تحولت السماء لأول مرة إلى ظلام مخيف، ثم تحولت للون الأصفر، وبعدها بدأت الكرات الجيلاتينية الزرقاء تتساقط على الأرض. وجد رجل من المملكة المتحدة هذه الكرات في الخارج أثناء عاصفة برد، كان يسير إلى المرآة الخاص به عندما اكتشف شيئا ساطعا بشكل غير معتاد بين حبات البرد البيضاء. عندما فحص الباحثون هذا المطر الهلامي، اكتشفوا أن الكرات مصنوعة من المادة المستخدمة في الحفاضات أو في صنع تربة الأصص إذا تستخدم لامتصاص السائل. لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الكرات قد سقطت من السماء، أو ربما أدى الجليد الذائب بلمح البصر إلى تمدد عدد من البلورات الموجودة بالفعل. تسمى الكتل البيضاء الضخمة التي تراها في السماء بسحب الماماتوس، وعند رؤيتها قد تظن أن السماء تسقط. تتكون معظم الغيوم عندما يرتفع الهواء في الغلاف الجوي، لكن ليس الغيوم الماماتوسية، إذ تظهر عندما ينخفض الهواء الرطب والبارد ويختلط بالهواء الجاف، والنتيجة الغيوم الصدرية. بالمناسبة، إذا لاحظت هذه الظاهرة فانتظر أحوالا جوية سيئة. أوه يا إلهي، تزهر السحب الصدفية الملونة عاليا في الغلاف الجوي، وأعني بذلك ضعف ارتفاع الطائرات التجارية. يكون الهواء عند هذا الارتفاع جافا وباردا جدا. بلورات الجليد في السحب الصدفية أصغر بكثير من تلك التي تشكل الغيوم الأكثر شيوعا، وبالتالي توزع الضوء بطريقة مختلفة، وهذا ما يمنحها مظهرها المتلألئ. إن مشاهدة المطر الدموي مخيفة أكثر من أي فيلم رعب، لكن في الواقع ليس هناك شيء غريب أو غير طبيعي في هذه الظاهرة الجوية. لقد عرف الناس هذا النوع من الأمطار القرمزية اللون منذ روما القديمة. أحيانا ترفع الرياح القوية الغبار الأحمر إلى الغلاف الجوي وتحمله بعيدا إلى مجرة أخرى ثم يختلط هذا الغبار بالغيوم التي تلون المطر. بالمناسبة، يمكن للغبار الصادر عن مناجم الفحم أن يجعل المطر أسودا، أما حبوب اللقاح فهي مسؤولة عن الأمطار الصفراء، ويمكن لبعض أنواع الغبار الأخرى تحويل مياه الأمطار إلى اللون الأبيض. في أستراليا تمطر السماء أحيانا العناكب، هذا لأن هذه المخلوقات يمكن أن تنتفخ. هذه طريقة غريبة للسفر، يصعد العنكبوت إلى أعلى شجرة أو شجيرة طويلة، وبعد ذلك ينسج عدة خيوط من الحرير. تساعد هذه الخيوط العنكبوت على حمله بعيدا بواسطة الريح. ليس من السهل رؤية العناكب المنتفخة، لكن في بعض الأحيان إذا كان الطقس رطبا
يحدث تضخم جماعي، وحينها ستلاحظ حدوث تلك الظاهرة، انطلاق الملايين من العناكب في رحلة للعثور على مكان آخر بظروف أفضل. قد يبدو أن الثلج يتساقط في الخارج، لكن كلا، فهذه العناكب تتساقط أرضا. هل سبق ورأيت أقراصا مستديرة ضخمة في السماء؟ على الأرجح كانت تلك الغيوم العدسية. عادة ما تتشكل هذه السحب فوق الأماكن الكبيرة والمرتفعة كالجبال أو التلال. عندما تصطدم رياح قوية ببعض الحواجز يخلق هذا موجة هوائية، كأن الهواء حينها يلتف حول هذه العقبة، وكلما ارتفع الحاجز أصبح الهواء الذي يرتفع فوقه أكثر برودة، في مرحلة ما تتحول الرطوبة التي تحتويها إلى قطرات من الماء، ثم تشكل هذه الغيوم غير العادية. قد تبدو السحب العدسية كالأمواج أو البيتزا أو حتى كومة من الفطائر، كم هي لذيذة. ربما تكون الأعاصير البركانية واحدة من أكثر الظواهر الطبيعية رعبا. عندما يثور البركان يقذف عاليا في الهواء صخورا حمراء شديدة الحرارة ورمادا. أما بالنسبة للحمم الصلبة والغازات الساخنة فإنها تتحرك للأسفل على منحدر البركان. عند تحرك هذه الحمم المتدفقة للأسفل تبدأ بعض الغازات المحاصرة بالارتفاع والدوران في الوقت نفسه، ثم تتعرض لضغط أكبر من الهواء المحيط، مما يجعلها تدور بشكل أسرع وأسرع. هذه هي الطريقة التي يتكون بها الإعصار البركاني. لحسن الحظ عمر هذه الظاهرة عمر قصير جدا. في 19 من مارس من عام 2018 اضطر سكان ألاباما للهرب للنجاة بحياتهم، وإلا لأصابتهم قطع جليدية ضخمة كانت تتساقط من السماء. لقد كانت تلك عاصفة برد فظيعة تسببت بحدوث أضرار تقدر بملايين الدولارات. بدت المنطقة كئيبة بعد انتهاء العاصفة، فنوافذ المتاجر تعرضت للكسر، وتحطم الزجاج الأمامي للسيارات، وكسرت اللوحات الإعلانية، وحدثت ثقوب في الأسطح. لكن شعر الباحثون بالحماس عندما وجدوا حجر برد بالقرب من بلدة كولمان. كان قطر هذه الكرة الضخمة يتجاوز 12 سنتيمترا، لذا لا عجب أنها حصلت على رقم قياسي جديد. تحدث الدونة الثلجية الأسطوانية عندما تقرر عاصفة من الرياح صنع كرة ثلجية، إذ تبدأ بدحرجة بعض الثلج في منطقة ثلجية. لو كانت هذه الكرة كرة ثلجية حقيقية لأصبحت ثقيلة في النهاية، بحيث تعجز الرياح عن تحريكها، لكن مركز دونة الثلج مجوف. يحدث هذا لأن الطبقة الداخلية رقيقة جدا ويجري التخلص منها عند تشكيل الدونات، مما يجعلها أخف من كرة الثلج، وهذا ما يجعلها تتحرك بعيدا. لسوء الحظ لا يمكنك الذهاب لمكان محدد لمشاهدة دونة الثلج، فهي نادرة كونها تحتاج إلى شروط في غاية الدقة كي تتكون. قوس القمر ظاهرة أكثر ندرة من قوس قزح، وهي ناتجة عن ضوء القمر بدلا من ضوء الشمس المباشر، وتحدث فقط عندما يكون القمر شبه كامل. أقواس القمر باهتة وغالبا ما تبدو بيضاء اللون، لكنها مجرد وهم، فالعين البشرية ليست حساسة بما يكفي لرؤية كل الألوان. كرات البرق عبارة عن كرات صغيرة عائمة من الضوء، يمكن أن تكون برتقالية أو صفراء أو حتى حمراء. في بعض الأحيان تسقط كرات البرق من السماء، وفي حالات أخرى تظهر من العدم وتحلق على ارتفاع عدة أمتار فوق الأرض، فهي لا تصدر أي حرارة أو تصدر أي صوت، لكن يمكنها الارتداد عن الأشياء. إذا صادفت كرات البرق شيئا كهربائيا كجهاز تلفاز، عادة ما تختفي بعد الارتطام به وتصدر صوت فرقعة خفيفة تاركة وراءها رائحة الكبريت. لكن يمكن أن تؤدي كرات البرق أيضا إلى نشوب الحرائق أو حدوث الانفجارات. يعتقد العلماء باحتمال ارتباط كرات البرق بالعواصف الرعدية، لكن ليس هناك دليل قوي حتى الآن. قوس الضباب أبيض تقريبا وأزرق شاحب من الداخل وأحمر باهت من الخارج. لديك فرصة أكبر لرؤية قوس الضباب فوق البحر أو المحيط البارد عندما يتلامس الهواء الدافئ مع الماء الأكثر برودة. تحدث هذه الظاهرة أيضا عندما تكون الشمس ساطعة ويكون الضباب رقيقا بما يكفي ليمر الضوء من خلاله. شعر بيلي عبارة عن خيوط رقيقة من الحمم البركانية. إنها ذهبية وجميلة، لكن لا تفكر بالإمساك بها، أجل فقد تؤذيك. تلتقط الرياح أحيانا قطرات صغيرة من الحمم البركانية القادمة من البراكين النشطة، ثم تبتعد هذه القطرات عدة كيلومترات عن فوهة البركان.
في تلك الأثناء تتمدد إلى أسلاك زجاجية رقيقة جدا، يطلق عليها أيضا اسم شعر الحمام، يمكن أن يصل طول بعض الخيوط إلى مترين. في مارس من عام 2018 رأى الذين نظروا إلى السماء في شمال نيفادا واحدة من أندر وأغرب السحب على الإطلاق، إنها سحابة حدوة الحصان. تحدث هذه الدوامة عندما تنتقل سحابة مسطحة فوق عمود من الهواء الدافئ الصاعد. لا يمنح هذا الهواء السحابة شكلها المدهش فحسب، بل يضيف أيضا بعض الدوران إلى حركتها، لكنك تحتاج لأن تكون سريعا. غيوم حدوة الحصان عابرة وعادة ما تستمر لعدة دقائق فقط. تتفتح أزهار الصقيع على الجليد البحري الحديد في المحيط المتجمد الشمالي أو على جليد بحيرة رقيق، إنها بلورات جليدية هشة وحساسة. تتكون هذه الأشكال أثناء التغيرات التي تطرأ على درجات الحرارة، وتستمد رطوبتها من سطح الجليد ثم ترتفع وتلتقط معها البكتيريا والملح. يمكنك العثور على أزهار الصقيع في القارة القطبية الجنوبية أيضا، لكن بغض النظر عن مكان نموها فالمعلومات المتوافرة عنها شحيحة، لكنها تبقى جميلة بشكل ساحر. هل أنت سباح محترف وشجاع بما يكفي للسباحة في أي محيط أو بحر؟ لدي أخبار سيئة لك، هناك بعض الأماكن التي يجب عليك تجنبها بغض النظر عن مدى قدرتك على السباحة أو الغوص. بعض هذه الأماكن بها صخور خطيرة تحت الماء، وأماكن توجد فيها تيارات مد وجزر قوية. تشتهر بعض الأماكن الأخرى بأساطير حول وجود الوحوش والمخلوقات الغامضة فيها، فلنتعمق في هذا العرض المائي المرعب. هل سمعت كلمة The Strid؟ إنها صيغة مختلفة لكلمة The Stride المستخدمة في يوركشاير، وهي تشير إلى جزء ضيق من نهر وورد، وهو جزء صغير جدا حتى أنه يمكنك القفز من فوقه. ولكن لا تنخدع بحجمه، فهذا واحد من أخطر الأماكن الموجودة هناك. حتى السير خطوة واحدة في الماء يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. يحتوي نهر وورف على تيار قوي، وبما أن الجزء المسمى ستريد ضيق جدا فهذه التيارات أقوى في تلك المنطقة. أدى التدفق المكثف للمياه إلى تآكل الحجر الجيري حول منطقة ستريد، مما خلق فراغات أعمق بكثير من بقية قاع النهر. إليكم السر، لقد أضعف التيار أيضا ضفاف منطقة ستريد من الأسفل، لذا فإن الأرض التي تقف عليها متأملا التدفق السريع ربما تكون مجرد حافة هشة معلقة فوق المياه شديدة الخطورة. لا توجد أنباء عن أي شخص وجد نفسه في مياه ستريد ووجد طريقه للخروج منه، لكن هناك ما هو أسوأ من ذلك. لن تخمن حتى أن هذا التيار ذا المظهر البريء يمكن أن يكون بمثل هذه الخطورة، لذا نصيحتي لك يا صديقي هي التمسك بجسم مائي أكثر أمانا في مغامراتك المائية. إذا كنت تخطط لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في كاليفورنيا، فإن بحيرة هورس شو هي المكان المناسب لك. إنه مكان يحتوي على كل شيء، الشواطئ الرملية ومسارات رياضات المشي ومناطق للتنزه، لكن انتظر، هناك ما هو أكثر مما تراه العين. لهذه البحيرة جانب مظلم، هناك حوالي 100 فدان من الأشجار الميتة التي تحيط بها. لم تؤثر البحيرة وحدها في الأشجار، بل أدت الزلازل التي ضربت عامي 1989 و1990 إلى إطلاق ثاني أكسيد الكربون من تحت الصهارة الساخنة. تسرب الغاز إلى الهواء مما أدى إلى القضاء على الحياة حول البحيرة. حتى الآن لا تقل خطورة بحيرة هورس شو عن خطورتها قبل 30 عاماً. ما يجعل الأمر مخيفاً للغاية هو أن مستويات هذا الغاز السام تتغير عشوائياً. علامة التحذير التي يتم نشرها في كل مكان يمكن بالتأكيد أن تضفي أجواء أفلام الرعب على رحلة ممتعة في الغابة. في جزيرة كاواي، وهي جزء من أرخبيل هاواي، هناك مجموعة من الشلالات المذهلة التي كانت وجهة شهيرة للسياح. كانت شلالات كيبو كما يطلق عليها مكانا مناسبا للسباحة والغوص. للوصول إليها كان عليك أن تمشي لمسافة طويلة على طول طريق ترابي حتى تصل أخيرا إلى منظر خلاب لشلال يبلغ ارتفاعه 20 قدما يصب في بركة صافية أسفل. ولكن منذ عام 2011 كانت هذه المنطقة محظورة على السكان والسياح. لابد أنك تسأل عن السبب. حسنا، لقد كانت هناك الكثير من الحوادث في شلالات كيبو. من الواضح أن القفز من أعلى الشلال سيكون سببا واضحا لذلك، ولكن بالإضافة إلى ذلك كانت هناك حالات أكثر غموضاً. يروي الشهود حكايات سباحين كانوا يستمتعون بسلام بالمسبح في قاع الشلالات،
فقط ليتم جرهم فجأة تحت سطح الماء. لم يتم العثور على تفسير مؤكد وقاطع لهذه الحوادث. يعتقد السكان المحليون أن روح الماء الأسطورية مو هي المسؤولة عن ذلك، لأنها لا تحب الإزعاج الذي يسببه السياح الصاخبين. هناك أيضا نظرية حول وجود دوامة قوية في قاع البركة. على أي حال، أمرت السلطات بإغلاق طريق الوصول إلى شلالات كيبو ومنعت شركات السياحة عن الترويج لهذا المكان. يقع سيماي سين هول في خليج تايلاند، وهو المكان الأمثل للغواصين الباحثين عن الإثارة، ولكنه أيضا الأكثر خطورة. يبلغ ارتفاعه 280 قدما، وهو أعمق موقع للغوص في المنطقة، لكن العمق البعيد ليس السبب الوحيد في اعتباره مكانا يجب تجنبه. تلك المنطقة هي منطقة شحن رئيسية لناقلات النفط العملاقة. التيارات القوية حول الحفرة تجعل الغوص محفوفا بمزيد من المخاطر. وإذا لم يكن ذلك كافيا، فإن سيماي سان هول هي أيضا موطن للباراكودا القاتلة التي يمكنها بسهولة مهاجمة الغواصين الآمنين. المياه ضبابية للغاية لدرجة أن الرؤية شبه معدومة، مما يجعل من الصعب تحديد هذه الكائنات البحرية العدوانية. بشكل عام، يعد سيماي سان هول مكانا خلابا ولكنه خطير للغاية، ولا ينبغي استكشافه إلا من قبل الغواصين ذوي الخبرة والذين يتمتعون بأعصاب قوية للغاية. اسمحوا لي أن أخبركم عن شاطئ نيو سيميرنا بيتش، إنه عاصمة هجوم أسماك القرش في العالم. إذا كنت تبحث عن مكان لقضاء إجازة مريحة في مقاطعة فلوسيا بولاية فلوريدا، فقد ترغب في التفكير مرة أخرى بشأن هذا الشاطئ. تعج المياه المحيطة بشاطئ نيو سميرنا بالأسماك التي تجذب الكثير من أسماك القرش. في الواقع، تم الإبلاغ عن العديد من هجمات أسماك القرش في هذه المنطقة، لدرجة أنها حصلت على لقب عاصمة هجوم أسماك القرش في العالم. حتى العلماء حذروا من أنك إذا ذهبت للسباحة هناك فلا بد أن تقترب بشدة من واحد على الأقل من هذه المخلوقات. نحن نتحدث عن مسافة 10 أقدام، وفي كثير من الحالات لن تلاحظ ذلك. والأسوأ من ذلك أن سمكة قرش الثور، وهي إحدى أخطر أنواع أسماك القرش وأكثرها عدوانية، تم رصدها في هذه المياه. مرة أخرى، كاواي على قائمتنا. قد يبدو الشاطئ على ساحل نابالي المسمى هاناكاباياي بيتش وكأنه جنة على الأرض، ولكن أنصحك ألا تنخدع. للوصول إلى هناك عليك السير عبر ممر صخري شديد الانحدار يبلغ طوله 2 ميل. لا يوجد رجال إنقاذ على هذا الشاطئ البعيد، لذا حتى إذا قررت الغطس في الماء فأنت ستكون بمفردك. أكبر تهديد لسلامتك هي التيارات الساحبة القوية للغاية. إنها موجودة دائما تقريبا، لأنه لا توجد شعاب مرجانية لحماية الشاطئ. وإذا سحبت التيارات شخصا ما، فلا يوجد مكان آمن للسباحة إليه لأميال. يوجد أقرب شاطئ آمن على بعد 6 أميال. صدقني، هذا الشاطئ لا يتمتع بأفضل سجل حفل من حيث السلامة، لذا ينصح بشدة بالبقاء بعيدا عن الماء إذا انتهى بك المطاف على هذا الشاطئ. دعني أخبرك عن مكان يبدو أنه خرج للتو من فيلم رعب. نحن نتحدث عن بيركلي بيت، وهي بحيرة اصطناعية تقع في مدينة بوتي في ولاية مونتانا الأمريكية. أول شيء ستلاحظه بشأن هذا المكان هو اللون الأحمر المخيف بشكل لا يمكن وصفه إلا بأنه مقلق. قد تميل إلى الغطس، لكن هذا سيكون خطأ فادحا. لا تلمس الماء. الماء شديد الخطورة بسبب المعادن الثقيلة الموجودة فيه، مثل الكادميوم والزرنيخ والزنك والرصاص والنحاس. تأتي هذه المعادن من الصخور المحيطة بالبحيرة، وتجعل الماء شديد الحمضية. في الواقع، كان هذا المكان منجما مفتوحا للنحاس، ومن هنا جاء لونه. لذلك إذا كنت تريد نصيحتي، تجنب هذا المكان واهرب منه كما تهرب من الطاعون. هناك 3 بحيرات في إفريقيا ربما تكون أخطر الأماكن التي ذكرتها حتى الآن. كلها موجودة في أفريقيا، بحيرة مونون وبحيرة نيوس في الكاميرون وبحيرة كيفو في رواندا، وجميعها منذرة بالخطر. تشكلت هذه البحيرات فوق برك تحت الأرض مكونة من الصخور المنصهرة، وفي بعض الأحيان تطلق هذه الصخور المنصهرة غازات سامة مثل الميثان وثاني أكسيد الكربون مباشرة في الماء. عندما يحدث هذا، يمكن أن تتراكم الغازات حتى تنفجر فجأة من الماء، مما يخلق موجات هائلة يمكن أن تقضي على أي شيء في طريقها. يطلق على هذا النوع من الثوران انفجار البحيرات، ويمكن أن يطلق سحابة من الغازات السامة التي يمكن أن تكون ضارة لكل شيء في الجوار. أما عن الجزء الأكثر رعبا، يمكن أن تحدث هذه الانفجارات في أي لحظة ودون سابق إنذار. لذا إذا وجدت نفسك بالقرب من إحدى هذه البحيرات،
فمن الأفضل أن تكون في حالة تأهب قصوى، لأنك لا تعرف أبداً متى قد يقع الحادث التالي. ربما تعرف أماكن أخرى لا توصي بها للسباحة الممتعة، شارك بتوصياتك التحذيرية في التعليقات أدناه. هذا جون، ويبدو أن جون يجذب الكوارث الطبيعية بمختلف أنواعها أينما ذهب. شاهد بنفسك. ذات يوم لاحظ جون أن كلبه مضطرب. استمر الكلب بخدش باب المنزل والتجول في جميع أرجاء المنزل، حتى أنه يحاول الاختباء في الزاوية وهو يعوي وينبح. وفجأة بدأت الأكواب التي في الخزانة بالاهتزاز، فأدرك جون ما يعنيه ذلك، كان الضجيج ناتجا عن هزات أرضية ضعيفة تبعها زلزال كبير. غالبا ما تحدث زلازل على شكل مجموعات، وبعد مجموعة من الهزات الضعيفة يرجح أن يحدث زلزال قوي جدا. قد يلاحظ الناس قبل وقوع الكارثة أضواء زرقاء غريبة يبدو بعضها وكأنه يخرج من الأرض، بينما يحوم البعض الآخر في الهواء. يطلق على هذه الظاهرة الجوية اسم ضوء الزلزال، وقد تظهر هذه الأضواء قبل وقوع الزلزال بأيام أو قبله بثوان فقط. والآن يسير جون على شاطئ المحيط، فيلاحظ فجأة تراجع الماء عن الشاطئ بسرعة. هيا يا جون، اهرب بسرعة واتجه إلى أعلى مكان ممكن، فهناك تسونامي في طريقه إليك، وقد تكون حياتك مرهونة بسرعة تصرفك. إذا لاحظ جون أيضا ارتفاعا غريبا وغير متوقع في مستوى سطح البحر، فقد يكون ذلك علامة أخرى على اقتراب التسونامي. يحدث هذا في 40% من الحالات. تكون المياه المتدفقة أول موجة تسونامي، تليها بعد حوالي 10 دقائق الموجة الثانية، والتي تكون أكبر بكثير. يمكن لجون أيضا رؤية فقاعات مياه البحر ودواماتها التي تكون أشكالا غريبة، وهذه علامة أخرى مؤكدة على اقتراب موجة مادية. حسنا، يشعر جون أن هناك شيئا غريبا في الشمس، فيرى عبر نظاراته الشمسية الخاصة الداكنة جدا بعض التوهجات المتفاوتة حول محيط الشمس. إذا رافق هذه الأشعة الغريبة شفق قطبي في جميع أنحاء العالم، فهي علامة على وجود عاصفة شمسية. عادة ما تحدث مثل هذه العواصف نتيجة اضطرابات في المجال المغناطيسي للشمس، وفي هذه الحالة تصبح الانفجارات الغازية والإشعاعية على سطح الشمس ضخمة وقوية جدا، لدرجة أنها قد تصل إلى الأرض. لحسن الحظ لا تشكل العواصف الشمسية خطرا على البشر، لكنها قد تؤدي إلى خلل في التيار الكهربائي، وقد تسبب انقطاعه أحيانا. تصبح السماء فوق رأس جون داكنة وتتحول إلى اللون الأخضر الذي ينذر بالشؤم، فيشعر بشيء ما يضربه على جبهته. يلتقط الجسم المجرم والذي هو حبة برد، لكن الجو ليس باردا في الخارج ولا السماء تمطر. وبعد لحظات يسمع بعض الضوضاء، يقترب الصوت بسرعة ويتحول إلى هدير عال، وكأن قطار شحن يتجه نحوه، لكنه ليس قطارا، إنه إعصار، الإعصار القمعي غير ظاهر، إذ يختبئ خلف سحابة ضخمة من الحطام. لكن جون على يقين تام بأن هذا العمود الهوائي العملاق الدوار ليس إلا إعصارا. هل تقود سيارتك يا جون؟ إذا أخرج من سيارتك بسرعة وابحث عن خندق واستلق فيه وقم بتغطية رأسك. هل أنت في منزلك؟ حسنا، ابتعد عن النوافذ واختبئ تحت الأرض إن أمكن، ونرجو منك أخذ الحذر الشديد إن رأيت سحبا مخروطية، حيث تعني تلك اقتراب عواصف شديدة. وإن لاحظت أن تلك السحب قد بدأت في الدوران، عليك فورا البحث عن مأوى لك، ستتحول هذه السحابة مباشرة إلى إعصار. من الناحية الإيجابية، على جون أن يقلق فقط بشأن السحب المخروطية الدافئة، فالباردة غير ضارة أبدا. المشكلة الوحيدة هي معرفة درجة حرارة السحابة التي يراها. تبا، انظر، لقد وجد جون بعض الأشجار الغريبة الشكل، تشبه هذه الأشجار الحرف جي وتنمو على منحدر. هذا يعني أن الأرض تحت قدمي جون قد تكون غير مستقرة، وقد يحدث انهيار أرضي إن استمر في التجول. تظهر الموجات المربعة عند اصطدام نوعين من الأمواج معا. تبدو هذه الظاهرة جميلة نوعا ما، لكن لا تذهب نحو الماء يا جون،
يواصل جون مشاهدته من الشاطئ. يمكن للتيارات المتقاطعة في تلك البقعة أن تسحب بسهولة أمهر السباحين نحو القاع. يواصل جون السير على الشاطئ، وبعد فترة يرى أمواجا غريبة متقطعة تحمل حطاما من المحيط وأعشابا بحرية. لا يقترب منها جون هذه المرة، ويكتفي بالنظر إليها من بعيد، فهو يعلم جيدا أن هذا قد يكون علامة على اقتراب تيار سحب قوي يمكنه سحب السباح إلى عرض المحيط. ماذا عن المشي في الحديقة؟ تروق هذه الفكرة لجون. الشمس مشرقة والسماء زرقاء وجميلة، لكن يلاحظ فجأة سحابة عمودية يزداد حجمها بسرعة. تبدو السحابة في البداية بلون أبيض ناصع، ولكن مع اقترابها بسرعة تثير القلق، تصبح كثيفة وداكنة اللون. والآن السماء معتمة والجو عاصف. في هذه الأثناء يلاحظ جون أن جسمه يقشعر، إنها إشارة على أنه على وشك التعرض إلى صاعقة. في هذه اللحظة بالذات ترتفع الشحنات الموجبة في جسده متجهة نحو الجزء السالب، الشحنة الموجودة في العاصفة، وإن لم يتصرف بسرعة ستلتقي تلك الشحنات. ليس هناك مكان للاختباء، لذا لابد أن ينحني جون ويحاول أن يجعل نفسه أصغر من الأشياء المحيطة به. أوه لا، كلا يا جون، لا تستلقي على الأرض، فقد تكون مبللة، وبالتالي هي موصل ممتاز للكهرباء. هناك علامة أخرى على وجود الخطر عند حدوث عاصفة رعدية. قد تبدأ راحة يد جون تتعرق، وقد يسمع طقطقة غريبة وأصوات أزيز قادمة من أجسام معدنية قريبة، وقد يشعر بالوخز في جسمه وبطعم معدني غريب في فمه. إلى جانب ذلك يحتمل أن يشم جون رائحة الكلور، وهي رائحة الأوزون. تقسم الشحنات الكهربائية جزيئات النيتروجين والأكسجين، وهما الغازان الرئيسيان المكونان للغلاف الجوي، إلى ذرات منفصلة. وعندما تتجمع هذه الذرات مرة أخرى ينتج بعضها جزيئات مكونة من 3 ذرات أكسجين. هذا هو غاز الأوزون. يمكننا شم رائحته أثناء العاصفة الرعدية، لأن التيارات النزولية تجلب هذا الغاز من ارتفاعات عالية إلى مستوى منخفض. يمكن لبعض الحشرات أن تشعر بقدوم العاصفة، فتجدها تستعد للكارثة الطبيعية عن طريق التجمد. لذا عندما يلاحظ جون أن الحشرات من حوله ساكنة، سيدرك أن عليه الاستعداد. أوه، ويمكن للنحل التنبؤ بالعواصف المطيرة الغزيرة. تبدأ هذه الكائنات في العمل بجد كبير في اليوم السابق لبدء هطول الأمطار. أثناء تجوله قريبا من النهر خلال فترة هطول الأمطار الغزيرة، يسمع جون صوت هدير. يشعر جون بالخوف الشديد، خوفا من أن يكون فيضانا سريعا يتجه نحوه، وسرعان ما يرى الحطام يتساقط مع الماء المتدفق. يتغير لون الماء بسرعة ويصبح عاكرا وأكثر كتامة. الفيضانات المفاجئة خطيرة للغاية، انجو بنفسك فورا يا جون. وفي يوم آخر يرى جون من بعيد سحابة كبيرة كأنها حائط يمتد لمسافة تصل إلى 8 كيلومترات. في أفضل الحالات ستكون عاصفة قوية في طريقها إلى المكان، ولكن إذا بدأت السحابة تتحرك بشكل دائري فهذه علامة أكيدة على اقتراب إعصار. يسير جون في حقل ثلجي في الجبال ويستمع إلى الأصوات التي يصدرها الثلج تحت قدميه. تسمع صوتا خافتا. حسنا، تحقق بسرعة مما إذا كانت هناك شقوق حول آثار قدميك يا جون. إذا كان الأمر كذلك فيحتمل أن يحدث انهيار ثلجي من تحتك. سرعان ما رأى جون انهيارا جليديا يتحرك نحوه، يبذل قصارى جهده للنزول عن المنحدر. في معظم الحالات يمكن التغلب عليه بالتوجه إلى أسفل التل ثم الانحراف جانبا، لكن ليس هذه المرة. يدرك أنه ليس لديه ما يكفي من الوقت ويتوجه إلى أقرب شجرة. إذا تشبث جون بالشجرة جيدا ربما لن يصحبه الانهيار الجليدي، ولكن إن لم ينجح ذلك عليه أن يحاول السباحة إلى سطح الجليد بينما لا يزال الانهيار الجليدي يتحرك. في أمسية صيفية لطيفة جدا لاحظ جون أوراق السيقان الناعمة تتدلى فجأة،
ربما هذا بسبب عاصفة قادمة قبل أن يصبح الهواء عادة أكثر رطوبة. تصبح الأوراق أيضا رطبة وثقيلة وتقلبها الرياح بسهولة. يعيش جون في منزل قديم نوعا ما، وكان معتادا على وجود تشققات في الجدران الداخلية، ولكن في يوم من الأيام لاحظ اتساع بعضها، وانظر ظهرت تشققات جديدة أيضا. إنه إشارة تحذيرية. يعيش جون في منطقة بها الكثير من الحجر الجيري، لذا فإن الشقوق الجديدة قد تعني أن هناك حفرة على وشك أن تتكون بجوار منزله. يسرع جون إلى المنزل ولا يضيع وقته في النظر إلى السحب القوسية التي تبدو وكأنها من فيلم خيال علمي. تتكون هذه السحب عندما يعلق الهواء الدافئ والرطب في عاصفة رعدية صاعدة، وغالبا ما تعني هذه السحب المشؤومة أن العاصفة قادمة. شهدت ولاية داكوتا الجنوبية مؤخرا حدثا مثيرا للاهتمام لاقى روجا كبيرا على شبكة الانترنت، لذا ربما قد سمعت عنه بالفعل. ففي يوليو من عام 2022 تحولت السماء فجأة إلى اللون الأخضر. لكن ما الذي حدث؟ ومن تسبب بحدوثه؟ هل هو الإنسان أم الطبيعة؟ لنكتشف ذلك معا. الثلاثاء 5 يوليو 2020، بعد فترة وجيزة من هبوب عاصفة شديدة، كانت السماء فوق ولاية داكوتا الجنوبية ملبدة بالغيوم. خرج السكان المحليون بعد انتهاء العاصفة فرأوا السماء بلون أخضر داكن، وكانت تلك أول مرة يرون فيها شيئا كهذا. وصف الناس تلك الحادثة بأنها كمشهد من فيلم خيال علمي أو فيلم رعب. وبالطبع بدأ سكان المدينة في نشر هذا الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي، وشارك البعض صورهم الجميلة والمرعبة على تويتر. ظهرت في تلك الصور السماء فوق مدينة سو فولز وبعض البلدات القريبة منها. ورغم أن هذه الظاهرة تبدو خارقة للطبيعة، إلا أنها في الواقع ليست ظاهرة مرعبة قط، إنها مجرد لعبة بسيطة بين الضوء والهواء. حدوث هذه الظاهرة نادر جدا، وعادة ما يعني اقتراب عاصفة شديدة. ينطبق هذا أيضا على ما حدث في ولاية داكوتا الجنوبية، فقبل أن يبدأ الناس في مشاركة تلك الصور اجتاحت عاصفة رعدية بلدة سو فولز، وهذا ما أكدته دائرة الأرصاد الجوية الأمريكية. كان ذلك الإعصار مروعا، إذ بلغت سرعة الرياح حوالي 161 كيلومترا في الساعة، ووفقا لمقياس بوفورت المستخدم في قياس سرعة الرياح، كانت هذه العاصفة من أشد العواصف سرعة وأكثرها تدميرا. لا يوجد على هذا المقياس سوى 12 رقما، وتبدأ القوة القصوى لشدة الرياح عند سرعة 117 كيلومترا في الساعة. لكن لماذا لم نسمع في الأخبار عن تلك العاصفة؟ حسنا، لأنها شيء مألوف بالنسبة للسكان. تحدث العواصف الرعدية في الولايات المتحدة بكثرة، خاصة في الأشهر الدافئة، ويمكن أن تتحول واحدة من كل 10 من هذه العواصف الرعدية إلى عاصفة قوية جدا وكأنها إعصار. يطلق على هذه الظاهرة الطبيعية اسم ديريتشو. تنتشر هذه العواصف على نطاق واسع وتدوم لفترة طويلة. إنها في الأساس مزيج من مجموعة عواصف رعدية قوية ورياح سريعة وأمطار غزيرة، ويقال في أحيان كثيرة أن عاصفة ديريتشو قوية كالإعصار. لكن يبقى هناك فرق بينهما. الإعصار هو دوامة تتخذ شكل عمود هواء دوار، ويبلغ قطره عادة حوالي 152 مترا، رغم أن عرضه قد يصل أحيانا إلى 4 كيلومترات. أشفق على أولئك الذين يصادفونه، لكن ما يميزه في الأساس هو أنه يدور، حيث تتحرك الريح بسرعة كبيرة بشكل دائري قرب مركزه غير المرئي. الديريتشو هي عاصفة رعدية قوية أو مجموعة من العواصف الرعدية القوية مع رياح مستقيمة، أي أن رياح هذه العاصفة لا تدور. وبدلا من ذلك تختار عاصفة ديريتشو نقطة في مكان ما وتنطلق نحوها. إنها أشبه بعداء ماراثون متحمس للغاية. لو قارنا عاصفة ديريتشو بإعصار عادي، سنجد أن للإعصار 6 مستويات من القوة، تتراوح بين 63 كيلومترا إلى 611 كيلومترا. وبالتالي يمكننا القول أن عاصفة ديريتشو تشبه إعصارا صغيرا متوسط المدى بين المستوى الأول والثاني. عادة ما تتراوح سرعة هذا الإعصار
بين 115 كيلومترا إلى 181 كيلومترا في الساعة، وفي كلتا الحالتين قد يكون مصحوبا بعواصف رعدية قوية وبرق وأمطار غزيرة. ومع ذلك هناك بعض الاختلافات بينهما، تصبح العاصفة من نوع دوريتشو إذا تجاوز مسارها المدمر مسافة 386 كيلومترا ووصلت سرعة الرياح فيها إلى ما لا يقل عن 93 كيلومترا في الساعة. يكاد يستحيل توقع حدوث هذه العاصفة التي قد تتشكل حتى في يوم صاف عندما لا يتوقع علماء الأرصاد الجوية أي عواصف، ثم تظهر الرياح فجأة. والمدهش في الأمر أن الناس يشعرون بشيء يشبه انفجارا من الهواء، لكن تحاول دائرة الأرصاد الجوية الوطنية تحذير السكان قبل حدوث ذلك بساعة أو نصف ساعة على الأقل، ليكون لديهم وقت كاف للاستعداد والاختباء. ولم يكن الأمر مختلفا هذه المرة، اجتاحت العاصفة معظم ولاية داكوتا الجنوبية إضافة إلى ولايتي مينيسوتا وآيوا. أما العواقب فكانت وخيمة جدا. تسببت العاصفة بانقطاع التيار الكهربائي عن 30 ألف شخص، لكن لحسن الحظ لم يصب أحد بالأذى، هذا لأن السكان المحليين معتادون على عواصف ديريتشو. لكن السماء الخضراء كانت شيئا مختلفا تماما، لقد كانت مشهدا غريبا بالنسبة للسكان، وتساءل الجميع عن سبب هذه الظاهرة، هل كانت إشارة سيئة أم أنها مجرد ظاهرة جوية طبيعية؟ حسنا، بصراحة لا يملك العلماء تفسيرا دقيقا لهذه الظاهرة، لكنهم وضعوا بعض الفرضيات المقنعة جدا. السماء الخضراء ظاهرة نادرة للغاية، ويعتقد معظم العلماء أنها تحدث عند اقتراب عاصفة قوية من منطقة قبيل غروب الشمس أو شروقها، فتتحول السماء في هذه المنطقة إلى اللون الأخضر. أشار بيل كارينز عالم الأرصاد الجوية في NBC الذي واجه بنفسه حدثا مشابها، إلا أن ظاهرة السماء الخضراء تحدث نتيجة هطول الكثير من البرد قبل العاصفة. لنتحدث أولا عن سبب ظهور السماء باللون الأزرق أو أي لون آخر حسب حالتها المزاجية. باختصار، تحمل أشعة الشمس كل ألوان الطيف معا، ربما تراها بلون أبيض إلا أنها في الواقع تضم كل ألوان الطيف، لكن لكل موجة لونية طول مختلف، فمثلا الأشعة الزرقاء أقصر من غيرها، لهذا تعبر جزيئات الهواء أفضل مما تفعل الموجات الحمراء وتصل إلينا بسرعة أكبر، ولهذا السبب تبدو السماء زرقاء في الأيام الصافية. في الوقت نفسه موجات اللونين البرتقالي والأحمر طويلة جدا وتتحرك ببطء، لذا عادة ما تبقى في الخلف، ولكن عند انخفاض الشمس إلى ما دون الأفق أو عند شروقها تتغير اتجاهات الأشعة وتصل إلينا هذه الموجات بشكل أفضل. هذا يعني أنه حتى لو رأينا شروق الشمس وغروبها باللونين الأحمر والبرتقالي لا تزال بينها موجات زرقاء وخضراء، لكن على هذه الموجات الارتداد عن شيء ما للوصول إلينا بسرعة أكبر والتفوق على الأشعة الحمراء. هل خمنت ما أود توضيحه؟ هنا يأتي دور الماء. تتكون السحب من قطرات الماء، وعندما تصبح السحابة كبيرة بما يكفي لكن لم يهطل منها المطر بعد تؤثر على سلوك الضوء في السماء، تتكون العواصف الكبيرة والثقيلة غالبا من الماء والبرد، ويعكس الماء الأشعة الزرقاء والخضراء أفضل من أي شيء آخر. هذا ما يجعلنا نرى مياه الأنهار والبحيرات بلون أخضر مزرق رغم أنها في الواقع شفافة. صحيح، تلعب الطحالب دورا في ذلك أيضا. إذن هناك عدة عوامل رئيسة تؤدي إلى تحول السماء إلى لون الأخضر. أولها ضرورة أن تكون الشمس في مستوى الأفق، ويجب أن لا تغطي غيوم العاصفة أثناء اقترابها السماء بالكامل، يجب أن تبقى هناك مساحة صغيرة لأشعة الشمس، ثم تقفز الأشعة الزرقاء التي بالكاد نلاحظها نحو سحب العاصفة فتصدها قطرات الماء وحبات البرد، وعند امتزاجها مع غروب الشمس الأحمر تتحول إلى اللون الأخضر الساطع وينتشر هذا الضوء في السماء. لهذا معظم حالات تحول السماء إلى اللون الأخضر تحدث في المساء، أجل قد تحدث أيضا في منتصف النهار، لكن نظرا لصعوبة توفر شروط هذه الظاهرة يكون رؤيتها في النهار شيئا نادرا. مع ذلك لا تخف إن رأيت السماء بلون أخضر، هذا لا يعني بالضرورة اقتراب عاصفة قوية، هناك فرصة كبيرة لحدوث عاصفة لكنها ليست قاعدة، ربما تهطل أمطار غزيرة أو برد كثيف. باختصار، إن رأيت السماء تحول لونها إلى الأخضر يفضل أن تختبئ وتخفي سيارتك في مكان آمن، ولو حالفك الحظ برؤية هذه الظاهرة من منزلك الدافئ فسيكون ذلك مثيرا بالفعل،
إن صادفت هذه الظاهرة فاعلم أنك تشاهد شيئا مميزا ونادرا جدا. قال البعض أنها أجمل شيء رأوه في حياتهم. هاي، أريد رؤية شيء كهذا يوما ما. سأذهب لشراء تذكرة إلى داكوتا الجنوبية. قد لا تبدو الأجواء الماطرة والعاصفة ممتعة، إلا أن ارتداء معطف واق من المطر سيساعدني كثيرا، أليس كذلك؟ في روسيا على شواطئ بحر البلطيق ثمة متنزه وطني يكتنفه الغموض، الغابة الراقصة، مكان عجز العلماء عن تفسير لغزه إلى حد الساعة. فجميع أشجار الصنوبر في الغابة مائلة وملتوية في شكل حلقي ولولبي. لم تظهر الغابة إلا في أواخر الستينات بعد زرع أشجار الصنوبر لتثبيت الهضاب الرملية في مكانها في تلك المنطقة. تفيد إحدى النظريات بأن الرمل غير المستقر يجعل الأشجار تلتوي بهذا الشكل، بينما تفيد نظريات الأخرى بأن رياحاً قوية أو قوى خارقة هي السبب في ظهور الأشجار الملتوية. يقول بعض الناس أن الغابة هي نقطة التقاء الطاقات الإيجابية والسلبية، الأمر الذي يؤدي إلى التواء الأشجار. تقول الأسطورة المحلية إنه إذا تسلق الشخص وعبر واحدة من حلقات الأشجار ستضاف سنة كاملة إلى حياته أو ستتحقق له أمنية. أعجبتني النقطة الأخيرة. بالحديث عن الأشجار الغريبة، ثمة واحدة تنمو في منطقة بادمونت في إيطاليا، وهناك تنمو شجرة كرز فوق شجرة توت، والأدهى من ذلك أن الشجرتين سليمتان تماماً. العاصفة المستمرة في القطب الشمالي لكوكب زحل شكلها غريب، إنها بشكل سداسي، ويحتمل أن السبب هو تدرج الرياح. يبلغ الطول الإجمالي لهذه السحابة 14.500 كيلومتر، أي أطول بحوالي 12.742 كيلومتراً من قطر كوكب الأرض. رصدنا الشكل السداسي قبل عدة سنوات، لكن ازداد غموضاً بسبب التغيرات التي طرأت على لونه أيضاً. كان لونه في السابق فيروزياً، لكنه تغير مؤخراً وصار لونه ذهبياً. وسبب تغير اللون أن القطب الشمالي يتعرض إلى أشعة الشمس مع تغير الفصول. الأمطار ليست ظاهرة غير مألوفة في أوكفيل في واشنطن، لكن هذا النوع من الأمطار يظل دون تفسير علمي دامغ. بدلاً من قطرات المطر المعتادة، شاهد الناس كتلاً شفافة شبيهة بالجلي تنزل من السماء. غطت هذه الكتل مساحة 58 كيلومتر مربعاً. وأولئك الذين اقتربوا من المطر ظهرت عليهم أعراض شبيهة بالإنفلونزا. ماذا كانت تلك الكتل؟ زعم الباحثون أنها احتوت على خلايا دم بيضاء بشرية، وأثبتت الاختبارات اللاحقة خلوها من أي نواة خلية. يدعي بعض الناس أنها قد تكون قناديل بحر متبخرة تسببت في هطول الأمطار، أو ربما فضلات من طائرة تجارية. الصخور المتحركة، وتعرف أيضاً بالصخور المبحرة، تتحرك بحرية في متنزه وادي الموت الوطني في كاليفورنيا دون أي تأثيرات خارجية، وتترك مسارات طويلة في التراب والرمال. التقطت عديد اللقطات بتقنية اختزال الزمن لهذه الصخور المتحركة، حتى أن العلماء قاموا بتثبيت أجهزة GPS على بعضها، وأظهرت النتائج أن الصخور تتحرك بسرعة كبيرة. اعتقد بعض الباحثين أن الحركة تعود لصفائح رقيقة من الجليد الذي يتكون أثناء الليل في درجات الحرارة المتدنية في الوادي، الأمر الذي يجعل الصخور تتحرك من مكانها إلى أن يذوب أثناء النهار. فوهة باناغاي في سيبيريا تبدو كمدخل للعالم السفلي. طولها حوالي كيلومتر، وتمتد على عمق أكثر من 86 متراً، لكنها لا تنفك تزداد حجماً. وبينما تكتسب المزيد من العمق، تكشف عن طبقات تحت الأرض. استظهر كيف كان يبدو كوكبنا قبل آلاف السنين، وتستعرض تأثيرات المناخ في السابق على كوكب الأرض. ظهرت الفوهة في الستينات، وبدأ كل شيء بسبب الاجتثاث السريع للغابات. لم تعد الأشجار تظلل الأرض، فصارت أسخن بكثير. ذابت التربة دائمة التجمد، الأمر الذي نتج عنه ظهور الفوهة. الهمهمة الصاخبة في تاوس في نيو مكسيكو أفقدت السكان المحليين صوابهم منذ التسعينات. تحرم الهمهمة منخفضة التردد السكان من النوم وتستنفذ قواهم. رغم أن العلماء سعوا للعثور على مصدر الهمهمة،
إلا أنهم لا يزالون عاجزين عن تحديد مصدرها. سمعت مختلف أنواع الهمهمة أيضاً في المملكة المتحدة وأستراليا وكندا وغيرها من مناطق الولايات المتحدة. لحسن الحظ لا يستطيع سماعها سوى 2% فقط من سكان العالم. أرجع الكثيرون سبب الهمهمة إلى الأجهزة الميكانيكية والتشويش المتعدد للأنظمة السمعية وحتى للحيوانات. فمثلاً ألقي اللوم على سمك من فصيلة المتعلجمات في همهمة غرب سياتل. حلقات الجينية التي تسمى أيضاً حلقات الغزم أو باكسي هي حلقات غامضة من الفطر تظهر في الأراضي العشبية ومناطق الغابات. أثار سبب تكوين هذه الفطريات لدوائر مثالية تقريباً الكثير من الجدل. تدعي بعض الخرافات أن رقصات الجينيات تحرق الأرض فتتسبب في إنبات الفطر بسرعة. في كوستاريكا ثمة تشكيلة لحوالي 300 كرة صخرية كروية الشكل، يسميها السكان المحليون لاس بولاس ويترجم الاسم إلى الكرات. تتمتع هذه الصخور بشكل مستدير مثالي تقريبا، بعضها كبيرة الحجم يصل وزنها إلى 16 طنا. تتكون هذه الصخور من مختلف المواد، صخر الجابرو وحجر الجير والصخر الرملي. يعتقد أنها وضعت في شكل خطوط مستقيمة أمام منازل الزعماء، لكن ما من معلومات دقيقة عن مصدرها. تزعم بعض الخرافات أن لهذه الصخور أصولاً من أطلانتس. إن حدث وسافرت إلى نهر ميكونغ في أواخر شهر أكتوبر، فلربما تحظى بفرصة لتأمل كرات مشعة ترتفع عن الماء وتحلق في الجو. يسمي السكان المحليون هذه الكرات المتوهجة كرات نار ناغا. تتفاوت أحجام الكرات، يمكن أن تكون الكرات المحمرة بصغر شرارة النار والكبيرة بحجم كرة السلة. يمكن أن تظهر عشرات الآلاف منها في الليل. ليس لدى العلماء أي تفسير دقيق لما يحدث، لكن الغازات سريعة الاشتعال الصادرة من الأراضي الرطبة قد تكون السبب. بعض السكان المحليين الذين يؤمنون بالخرافات متيقنون من أن السبب ثعبان عملاق يعيش في ميكونغ، كرة نار رائعة. في مينيسوتا على الشاطئ الشمالي لبحيرة سوبيريور ثمة متنزه يعرف بغلاية الشيطان. هذا شلال منقسم إلى جزئين، قسم واحد يصب في النهر بينما يختفي الثاني في حفرة في الأرض. كل جسم تلقيه في غلاية الشيطان لن يظهر مجدداً. لا يزال العلماء غير قادرين على تحديد وجهة الماء الذي يصب في الحفرة. تعتبر غلاية الشيطان غير آمنة للبشر لأنه من المستحيل تقريباً تتبع تدفق مياهها. أجل، ليس مكان مناسباً للتزلج على المياه. جرانيون هو نوع سمك يعرف بطقوسه الغريبة في التزاوج. تخرج الإناث من الماء في اتجاه الشواطئ وتحشر ذيولها داخل الرمال لوضع البيض. يظل البيض مخبأ في الرمال، وبعد 10 أيام يأتي المد العالي ويجرف الصغار حديث الولادة إلى البحر مجدداً. لا يزال العلماء عاجزين عن تقديم تفسير دقيق لطريقة التكاثر هذه. سكان المناطق الريفية في وسط النرويج على وادي هاسدالين يشهدون من وقت لآخر مشاهد آسرة لأنوار بيضاء وصفراء وحمراء تطفو في السماء. تظهر الأنوار في النهار والليل، وفي الثمانينيات شوهدت 15 إلى 20 مرة في أسبوع واحد. يمكن أن تدوم أنوار هاسدالين بضع ثوان فقط، لكنها قد تمتد لأكثر من ساعة. تتحرك الأنوار وتبدو كأنها تطفو أو تتراقص في الأرجاء. يعتقد بعض العلماء أن سبب هذه الأضواء هو غبار الحديد المؤين، ويقول آخرون أنها عملية احتراق تشمل الصوديوم والأكسجين والهيدروجين، ويدعي بعض الناس أنها مجرد طائرات لا أكثر. توجد بحيرة فوارة في متنزه يلوستون، لكنها ليست المكان الوحيد في العالم حيث تغلي المياه. في أعماق غابة الأمازون نجد نهر شاناي تيمبشكا الحار على الدوام، ويمتد على مسافة حوالي 6.5 كيلومتر، يعني اسمه غليان من الشمس. حسناً، إنه لا يغلي في الحقيقة، لكن حرارة الماء قد تصل إلى 91 درجة مئوية، ما يكفي لطبخ الباستا. أوه، لنجرب ذلك. أدنى درجات حرارة هذه المياه تصل 45 درجة مئوية. لا يمكن تفسير هذا النهر علمياً، لأن وصول الماء لهذه الدرجات
يستلزم قرب النهر من بركان، في حين أن أقرب بركان يقع على بعد 644 كيلومتراً. لكن ربما توجد فوهات تحت الأرض يمكنها تفسير هذه الظاهرة. في غرب فنزويلا، سكان المناطق المجاورة لنهر كاتاتومبو لا يخشون البرق لأنهم يرونه كل ليلة، يبدأ في حوالي الساعة 7 مساء ولا يتوقف حتى الفجر. توقف برق كاتاتومبو ذات مرة لعدة أشهر من يناير إلى مارس 2010. ربما حدث ذلك بسبب الجفاف، أو لربما نفد منه الشحن. في سنة 1991 اقترح عالم بأن الظاهرة تحدث بسبب تيارات الهواء البارد والدافئ التي تلتقي في المنطقة. وتفيد نظرية أخرى بأن البرق ينشأ جراء تواجد اليورانيوم في الصخور تحت النهر. هذه النهاية، إلى اللقاء يا رفاق.